انا ملاحظ على وادي دجله من السنه اللي فاتت بس انا لعبتهم بصراحه. انا بتكلم بصراحه أنا فرقه كبيره جدا وفرقه صعود وفرقه منافسه. بس انا لعبتهم مع رايا. انا تاني ماتش كان ليا في الدوري كان مع دجله في المكس. دجله بيلعب بسيستم معين. دجله ما بيغيرش السيستم بتاعه حتى لو هو خسران. فانت لازم يعني ده مش تقليل من حد والله ولا تقليل من المدير الفني، انت لازم تطور من امورك الفنيه مع المباراه. لازم كمان رتمك وزي ما حضرتك بتقول الروح والقلب والغل في الكوره لازم يبقى موجود. فدجله بيلعب بسيستم انا هفضل العب كده لحد نهايه المباراه. دجله عنده مميزات في لعبته، فلعيبه كبيره جدا يعني دجله عنده فوارق فرديه في اللعيبه يا دكتور. انا ما لعبتهم اللي حصل معايا في المباراه كان في فوارق فرديه من اللعيبه بتاعت دجله هي اللي كانت بتوصل دجله لل الروح بقى للمرض. الروح بقى والتدعيمات اللي عملوها كمان التدعيمات اللي عملوها في بدايه عنده على حسين والدياستر ومجموعه لا عنده فرقه يعني هو عنده قوام قديم جاب الدهش كمان وجاب محمود طلعت ورجع مؤمن عاطف لا عنده فرقه فاحنا يعني النتيجه عادله يا كابتن مصطفى؟ عادله بين الفرقتين خصوصا في ملعب ابو قير. الملعب ده هيخنق فرق كتير بمعنى الكوره. محتاج لعب خاص، طريقه لعب خاص في الملعب ده يمكن لعبنا عليه اكتر من مره. لازم كل يكون واعي، كل الفرق تكون واعيه الملعب ابو قير. ملعب له طبيعه خاصه ولعب خاص، ملعب ضيق. يمكن كان سلاح كل ابو قير لما كنت بلعبهم كان رميات التماس وضربات ثابته في الملاعب اللي زي دي. فعشان كده الملعب ده هيبقى نقطه قوه لابو قير في معظم ماتشاته. طيب هاخد مع حضرتك المباراه الثانيه يا كابتن مصطفى، مباراه جمهوريه شبين واسوان. عصام شعبان اكون او لا اكون في هذه المباراه؟ وبيلعب مع اسوان على ملعبها، وما ادراك ما ملعب اسوان. ناديين شعبيين كبار، واحد بيمثل محافظه المنوفيه واحد بيمثل محافظه اسوان، وكانت سبب في استقاله كابتن حمدي حمدان بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف. قبله الحياه بالنسبه لعصام شعبان، وكانت ايضا يعني رصاصه الرحمه بالنسبه لحمدي حمدان. فريق اسوان فريق قوي، يمكن انا لعبتهم في الماتشات الوديه، بس هو يمكن ما فاقوش لسه من الهبوط